في غياب جمهورها لم تستثمر فرصة استقبالها لجمعية عين مليلة، الجمعية التي دافعت في منطقة شبيبة القبائل مجبرة إياها على التراجع إلى الخلف، فكانت المحاولة الأولى بعد مرور ربع ساعة عن طريق أوتشي بعد توزيعة من شتي. توزيعة أخرى هذه المرة من بليلي ورأسية أوتشي لم تتمكن من شباك حارس فريق جمعية عين مليلة. تسديدة فيستان هي الأخرى أخطأت المرمى، بن يوسف بتسديدة قوية من جانب الشبيبة علت خشبات المرمى. الدقيقة 33 أول محاولة من جانب جمعية عين مليلة، تسديدة بن يحيى صدها الحارس صالحي، ثم تسديدة بليلي اختتم بها المرحلة الأولى. اللاعب نفسه من جانب الشبيبة استهل المرحلة الثانية بتوزيعة باتجاه أوتشي ردها حارس المرمى. الكرة وجدت أوتشي الذي لم يتمكن من وضعها في الشباك. بن يوسف من جانب شبيبة القبائل انفرد بالحارس وجها لوجه، لكنه لم يتمكن من ترجمة هذه الفرصة إلى هدف. ثم شتي بتسديدة قوية. مع ذلك بقيت النتيجة على حالها متعادلة 0-0 إلى غاية الدقيقة 75. ضيف راوغ الجميع، سدد الكرة بعدها الحارس صالحي للركنية. ركنية شهدت تألق محيوس المستخدم الجديد الذي صعد فوق الجميع ومنح التقدم لفريق جمعية عين مليلة في الدقيقة 81 أمام حيرة الجميع. ومن حسن حظ الشبيبة أنها تمكنت من التعديل مباشرة بعد ذلك، أي بعد دقيقتين تمكن أمير بليلي من توقيع على هدف التعادل. ورغم هذه المحاولات من الجانبين خاصة من جانب الشبيبة إلا أن النتيجة بقيت على حالها هدف مقابل هدف، ونقطة مهمة للجمعية في سباق البقاء. تمنينا بس